حسيت فجأة كده بغريبة في قلبي، حاسس بوجع غريب في قلب حضرتك صح؟ دقة غريبة كده مدهزة جسمي كله. دقة تمام. فرحت للدكتور، قال عندك جلطة بسيطة خالص، أنا شايفها بالجهاز بالعافية يعني. تمام. حضرتك فرحت عملت أشعة على عيني، اتضح إن الجلطة دي في عيني لدرجة إنها أفقدتني البصر بعين الشمال. تمام. فإداني أدوية للسيولة وكده يعني، فأعمل إيه في الوضع ده؟ طيب حاضر، عندك أي سؤال يا دكتور محمود؟ حضرتك ضربات قلبك منتظم ولا ملخبطة؟ يعني بتحس بيها منتظم ولا ملخبطة؟ تنتظم لما اخد ادوية السيولة، بس ما خدتهاش تبقى منتظم. طيب ألف سلامة على حضرتك، هقول لحضرتك الإجابة. عندك أي سؤال تاني يا دكتور؟ لا خلاص. ألف سلامة عليك يا أستاذ صلاح وشكرا لاتصالك، والدكتور هيجاوبك. بص يا أستاذ صلاح، إحنا مشكلتنا في إيه؟ إن اللي عند حضرتك ده وتسبب في الجلطة اللي في العين ده، إحنا بيبقى عدم انتظام في ضربات القلب، وده اللي بنسميه الرفيف الأذيني أو الذبذبة الأذينية. هو اللي بيحصل إيه؟ إن الأذين ده بينقبض كده، لما بيحصله رفيف بينقبض كده، ما بينقبضش، فبيبدأ يكون جلطات جواه. لما تطلع ضربة قوية الجلطة دي بتطير، يعني تخش كده في اي شريان، بقى شريان العين، شريان المخ، شريان اي شريان هتقابله. عشان كده حضرتك محتاج تعمل اولا تلتزم بادويه السيوله، لان دي اهم حاجه عشان ما يحصلكش جلطات تاني. الحاجه التانيه حضرتك تدور اذا كان الرفيف الاذيني ده هينفع يتعالج يبقى هنعالجه، ان ما كانش هينفع يبقى سواء بقى بعمليات الكي بالقسطره بالكهرباء، او لو مش هينفع يبقى حضرتك هتلتزم بالادويه التزام تام، عشان ده مهم جدا. الف سلامه على حضرتك.